السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو، كيفاش نسحب الأرباح نتاع تيك توك، سواء كان تيك توك عادي ولا تيك توك بيتا. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ عبركة الله. باش تقدر تسحب الأرباح نتاع تيك توك لازم يكون عندك حساب البنكي، وهذا حساب بنكي هو افتراضي وليس محلي، كما نقول حنايا حساب بنكي تاع الباي بال تاع البايونير، هذوما تقدر تسحب بهم الارباح. دوكا نعطيكم الطريقه الوحيده ولا الطريقه الثانيه باش تقدر تسحب الارباح وتجيكم سهله وتقدر في دقيقه تحول الارباح تاع تيك توك. نبدا. اولا باش تقدر تربح من تيك توك بيطا لازم يكون عندك تيك توك بيتا، هذه حاجة الأولى، مع برنامج المبدعين، هذه ديوها في بالكم. لازم تجيب شروط نتاع تيك توك بيتا، هي 10,000 متابعين أو أبوني، ولازم تكون عندك 100,000 مشاهدة باش تقدر دير انضمام مع المبدعين. تجيب هذه الشروط، دير تقديم الطلب، ومن بعد هم يقبلوك خلاص، ومن بعد تحط الفيديوهات وتجيب الأرباح. تقول لي حبيب كيفاش نسحب الأرباح نتاع تيك توك بالعملة الدولار ولا الأورو ولا بالدينار؟ تبع معي مليح باش تفهم معي مليح. أولا لازم يكون عندك حساب الباي بال، تفتح حساب باي بال عادي ماهوش بالدراهم ولا باطل، تفتحه عادي. ومشكلة ما يستقبل ما يرسل، معناه كيما ما حليت والو، معناه تفتح حساب الباي بال ماهوش مفعل كما ما حلت والو، كما ما درت والو. انت واش دير؟ تفتح حساب الباي بال، ومن بعد واش دير؟ تروح للتطبيق نتاع وايز، تفتح حساب وايز، ومن بعد دوموندي بطاقة افتراضية، تفعيل حساب وايز ب 20 يورو. ومن بعد واش دير؟ تجيب الحساب نتاع وايز ولا بطاقة وايز، تفد معلومة تاع بطاقة وايز، وتعاود تربطها مع الباي بال، ولازم يكون عندك فيها دراهم حساب وايز باش تقدر تربط أو تفعيل الباي بال. دوك جبت المعلومات، فتحت حساب وايز ولا بطاقة وايز، ربطتها مع الباي بال، دوك راه مربوط مع وايز، معناها تفعيل كلي. تقدر استقبال وإرسال، هذا حساب باي بال خاوتي، استقبال وارسال. دوكا خلاص واش دير؟ شفتو خاطر الجيميل نتاع الباي بال تربطوه مع حساب تيك توك، دير جيميل، دير المود باس، قلت تم اضافه حساب البنكي المصرفي على تيك توك. معناها دوكا خربطت الجيميل نتاع الباي بال مع تيك توك. دوك واش دير؟ تروح السحوبات نتاع تيك توك ولا الارباح تاع تيك توك، ودير السحب ودير المبلغ. مثال عندك تاع 50 يورو، عندك 1 يورو، عندك 1 دولار، السحب الارباح نتاع تيك توك هي 1 دولار ما فوق، تحت دولار ما تقدرش تسحب، لازم من 1 والفوق باش تقدر تسحب. مثلا عندك 1 اورو، عندك 5 يورو، عندك 10 يورو، عندك 50 يورو، عندك 100 يورو، دير 100 يورو ودير السحب. المدة التحويل ما بين تيك توك الى حساب الباي بال يا ربي دقيقة او زوج دقائق، تحويل ما يطولوش، عندهم يا ربي دقيقة زوج دقائق 5 دقائق يتحولوا من تيك توك الباي بال. ومن بعد واش دير؟ دوك رانا حولنا الأرباح نتاع تيك توك حولناهم إلى الباي بال، ومن بعد واش نديرو؟ كاين زوج طرق، حبيت تحولهم يدويا ولا يتحولوا تلقائيا. إلا كنت تحولهم يدويا يدو عليك 4 يورو كل تحويلات، معناها إلا عندك تايا 20 يورو، مثال عندك 20 يورو، لازم هذه 20 يورو لازم تكون عندك 4 يورو، معناها تكون عندك 25 يورو، 25 يورو تحولها لوايز، دير 20 يورو، المبلغ اللي بقى لك في حساب الباي بال ينحو منها حق التحويل هي 4 يورو. وكان طريقة ثانية مجانيا ما يدوكش يا سيدي 01 ولا 02، تخليها حتى شهر البرومي يتحولوا الدولار من الباي بال الى حساب الوايز. ما علينا، دوك حولنا
الارباح تاع تيتور الى الباي بال، ومن بعد حولنا من الباي بال الى الوايز. تقول لي حبيب كيفاش نحولهم الى دينار جزائري؟ ما علينا، كاين زوج طرق. حبيت تحولهم معناها حاضر، معناها يد بيد، معناها تعطيلو دولار تحولو من البايسيرا البايسيرا ولا من البايسيرا وايز تحولو، هو يعطيك بالدينار معناتها كاش. في حالة إذا ما لقيتش وخايف ينصبوا عليك ولا يديروا احتيال يسرقوا لك دراهمك، وش دير؟ تفتح حساب، عفوا تفتح منصة باينس ولا بايبت. كما منصة باينس كانت مؤقتا، كانت مسبقا عفوا مسبقا كانت تدعم الوايز، ومن بعد مؤخرا منعت الدفع نتاع الوايز. انت وش دير؟ تفتح منصة بايبت بطاقة تعريف وطنية جيميل ورقم الهاتف باش تقدر تحول دولارات او اليورو نتاع الوايز الى منصة بايبت، ومن بعد تبيعهم عن طريق باري ديمو ولا سي سي بي، وتروح لابوست تخرجهم بدون اي مشاكل، بدون نصب او احتيال. هذه الطريقة الوحيدة باش تقدر تسحب تيك توك، كان تيك توك بيطا ولا تيك توك عادي. هذه الطريقة الوحيدة خاوتي. اللي عنده اي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا تعليق اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.